السلام عليكم يا شباب، معكم محمد أنصاري من ولاية أريزونا، وحابب أتكلم معاكم النهاردة عن ميرش باي أمازون وكيفية كتابة الرسالة. وحقيقة هي دي اللي تعتبر المطب الحقيقي بصراحة، اللي بيخلي كتير كتير من الشباب يكونوا زعلانين هما ما بيتقبلوش وبيكتبوا على الجروبس، سواء كان بتاع عزيز أو محمد كويفي أو جروبس أخرى. وانا حقيقة متابع ايضا يعني جروبس اخرى بالانجليش هنا في امريكا، وبرضو نفس المشكلة عند الناس هنا في امريكا اللي ما بيتقبلوش بيكون بسبب الرسالة. هستعرض معاكم في خلال الفيديو ده رسالتين، رسالة لواحد اتقبل ورسالة لواحد ما اتقبلش. طب هتقولوا لي بتجيبهم منين؟ الرسالة الاولى صاحبها حطتها على اليوتيوب وهو بيتكلم في الفيديو ان هو اتقبل، وهو يعني مبسوط جدا وبيقول ان انا اتقبلت من اول 24 ساعة، وده نص رسالة. هو حاطط الرسالة في اخر الفيديو، هو مدون مغربي اظن اسمه ناصر، هتكلم عنها هستعرضها معاكم وهشوف بالتفصيل ليه نجح، يعني ايه الاسباب اللي خلته ينجح. هل هو مثلا بسبب اللغة؟ هل هو لانه عايش في امريكا فبالتالي اللغة الانجليزية بتاعته قوية جدا؟ هنتكلم عن كل النقاط وهنشوف ايه السبب الحقيقي اللي خلاه ينجح. الرسالة التانية لشخص اخر لغته تعتبر قوية لكن ما تقبلش. طب ايه السبب اللي خلاه ما يتقبلش؟ طب اذا اللغة مش معيار. الرسالة الاولى صاحبها بصراحة اللغة بتاعته كان فيها يعني مشاكل وعنده اخطاء لغوية، اما الرسالة التانية تقريبا ما فيهاش اي خطأ لغوي، لكن الاتنين يعني شتان بينهم. الاول اللي لغته تعتبر ضعيفة وفيها اخطاء، الاستراكشر ركيك شويه، اتقبل، والتاني اللي لغته كويسه ما اتقبلش. هستعرض معاكم في الفيديو ده الرسالتين، هديكم رابط الفيديو بتاع ناصر وتقدروا تسمعوا وتشوفوا الفيديو بتاعه وتشوفوا قايل ايه بالظبط عن الموضوع ده وازاي اتقبل و لكن انا دوري ان انا هحللها معاكم وهوريكم بالتفصيل الاسباب اللي خليته ينجح. لان احنا ما بناخدش بالنا ان لما بنيجي للجزء الصندوق اللي هو البوكس بتاع كتابة الرسالة، لما بنيجي نعمل الابليكيشن، لما بنوصل للجزء ده في تقريبا سطر ونص او سطرين مكتوبين من امازون يعني بيقولولنا نعمل ايه. الرسالة دي هقسمها لكم لتلات اجزاء، ولو جاوبنا على التلات اجزاء دول ان شاء الله هننجح حتى لو اللغة بتاعتنا ضعيفة. وعلى فكرة لو اللغة ضعيفة انا يعني اقدر اساعدكم طبعا ببلاش، طبعا ان شاء الله اساعدكم وتحت امركم، وانا عملت ده كتير يعني، وبعضكم يعرفني من الجروبس ان انا ساعدت شباب بيبعتوا لي وبترجم لهم الرساله بتاعتهم وبيكتبوا لي بالعربي يعني وانا بترجمها لهم. وما فيش اي مشكله، احنا بنساعد بعض، الناس بالناس ومن يعن يعن، على راي يعني امير الشعراء احمد شوقي. هنستعرض الرسالتين نتكلم عنهم بالتفصيل، ناخد الخطوات بشويش واحده واحده، ويا رب ان شاء الله تكونوا يعني تستفيدوا من الفيديو وتطبقوا وان شاء الله تنجحوا باذن الله. ده الملف اللي انا حضرته لكم، في رسالتين، دي الرساله الاولى اهي، وده الرابط بتاعها على اليوتيوب، ودي الرساله الثانيه. الرساله الاولى الانجليزي بتاعه يعني ضعيف شويه، وهنشوف ايه مدى يعني قوة ومتانة الرسالة ومن الناحية الفنية يعني، وضعفها من الناحية اللغوية. ودي الرسالة الثانية اللي صاحبها اسمه أحمد، والمفروض انها تكون رسالة كويسة في اللغة يعني لغويا، لكن هل اتبع الخطوات؟ ده اللي احنا هنشوفه. دي الرسالة اللي امازون بيكتبوها في البوكس اللي قلتلكوا عليه، يعني لما بنعمل الابليكيشن بتاع ميرتش باي امازون اخر مرحلة لما بيسألونا نتكلم عن نفسنا. ده نص الرسالة: Please tell us more about yourself, providing your design background and what types of designs you plan to create on merch. أنا قسمتها لثلاث ألوان. الجزء الأول اتكلم عن نفسك، Please tell us more about yourself. الجزء الثاني providing your design background، كلمنا عن خلفيتك في التصميم، تصميم التيشيرتات يعني. أما الجزء الثالث بيقول on what types of designs you plan to create on merch. طيب إيه أنواع او التصاميم اللي انت حابب تقدمها او بتخطط يعني ان شاء الله ان انت تقدمها لنا على ميرتش باي امازون. لو انا ما جاوبتش التلات اسئله بالترتيب مش هينفع. لو قعدت اتكلم عن نفسي طول الوقت، انا مين وبعمل ايه ودرست ايه واتخرجت من كذا وعملت كذا وخدت كورسات، طب وبعدين
هل اتكلمت عن الباك جراوند الخلفية بتاعتي في موضوع التصميم؟ ما اتكلمتش. هل اتكلمت عن ماي بلان ان انا هعمل ايه معاكو في موضوع الديزاين؟ هي دي النقطة، لازم اتكلم عن الثلاث نقاط. I have to cover the three points. طيب الرسالة الأولى برضو لو هتلاحظوا هنا، الأحمر أحمر، أخضر أخضر، أزرق أزرق. يعني معنى كده إن ناصر جاوب على الثلاث نقاط وكان واعي حقيقة، يعني هو شاب ذكي جدا بصراحة، وبيعرف يتكلم كويس وبيعرف يقنع اللي قدامه. قال I am a designer for almost 10 years، أنا بصمم يعني تيشرتات من 10 سنين تقريبا. I've been working on freelancer websites for five years. خدوا بالكم هنا ان طبعا بعد ما اتكلمش كتير عن نفسه، هو يا دوبك قال ان انا بصمم بقالي 10 سنين، انا مصمم ديزاينر، وبدأ يتكلم على طول عن خلفيته. خلفيته خدت تقريبا يعني تقريبا 3 سطور. طبعا نلاحظ هنا ان اللغة فيها اخطاء اتكلم عنها بس بعد ما اخلص التحليل بتاع اللي هو كاتبه. بيقول I have been working on freelancer websites for 5 years. أنا بشتغل كفريلانسر، أو يعني شغل حر بتاعه هو من بيته، على مواقع بقاله تقريبا 5 سنين. I create designs and logos. أنا بصمم تيشرتات وحاجات كده، تصاميم يعني لتيشرت. طبعا هو مش موضح إن تيشرتات، هو سابها مفتوحة، ولوجوز بيعمل لوجوهات مثلا بوسترات وحاجات كده ولوجوهات. I've recently started selling my inventory on eBay. أنا بدأت أبيع الشغل بتاعي على موقع eBay المشهور. I have made a great revenue as well as I have my own website. عملت الحمد لله عائد كويس، عملت فلوس حلوة، وكمان عندي الويب سايت بتاعي and store on Shopify platform. وفي طبعا موقع مشهور اسمه شوبيفاي، ممكن تبيع من خلاله البضاعة بتاعتك. فهو بيقول إن أنا كمان عندي ستور على شوبيفاي. هنا الجزء ده انتهى، هلون بقى باللون الاخير اللي هو بيتكلم عن طيب what types of designs، ايه انواع التصاميم اللي انت هتعملها للتيشيرتات، يعني اللي انت بتخطط تعملها على ميرش لو اتقبلت. هو بيقول I've just come across this new opportunity selling t-shirt on Amazon. يعني بيقول يا سلام، انا يعني بمحض الصدفة انا لقيت الفرصة دي ان انا اقدر اعمل التصاميم دي على موقعكم Amazon and I think I will really success. وأنا حاسس إن أنا طبعا إن شاء الله هنجح in this career، في العمل ده، because of all my experiences، بسبب خبراتي يعني المفروض الطويلة يعني اللي هي تمتد 10 سنين زي ما هو قال، and passion that I have for this domain. ما فيش حاجة اسمها domain لكن هو كاتبها كده. هو عنده يعني الحب وعنده الرغبة والشغف ان هو يقدم احلى شغل في الموضوع ده. بعد كده كتب best regards I am waiting forward to your response. دي كانت رسالته اللي نجح من خلالها واتقابل على merch by Amazon. وبالمناسبة كلمة merch انا كاتبها لكم تحت هنا، لكن يعني في شباب بيسألوا هو يعني ايه merch by Amazon. ميرش دي كلمة من اختصار لكلمة ميرشندايز يعني، واللي زي ما انتم شايفين انا كاتب لكم المعنى، يعني معناها تجارة او بضاعة او سلعة او سلع او بضائع يعني. وده بيفكركم مثلا لو انتم هتنسوها، كان في مسرحية مشهورة لويليام شكسبير اسمها تاجر البندقية، ميرشنت اوف فينيس. فلاحظوا هنا كلمة ميرشنت يعني تاجر، وهنا ميرش، فخلينا نقول تجارة، تجارة من خلال امازون يعني، تجارة لسلعة معينة. الرسالة التانية، وقبل ما اتكلم على الرسالة التانية دي، من الحاجات اللي انا ان شاء الله هبقى اعملها معاكو دايما، ان انا هركز معاكو على فكرة اللغة، النطق الصحيح للكلمات اللي احنا بنستخدمها، ايه معناها، عشان كل شيء يكون واضح يعني، لان انا عارف ان كتير مننا شباب اللغة بتكون احيانا عائق ليه. طيب خلينا نشوف الرسالة التانية. الرسالة التانية لو تلاحظوا اللون الأحمر اللي هو الأول، اللي هو بيقول كلمنا عن نفسك. هنا اللون الأحمر اتبحتر شوية في المكان، تبعثر في الباراجراف. أحمر أسود أحمر، خلينا نبدأ. I am أحمد. طب هنا I am أحمد، I'm a freelance designer for logos and postcards online and I offer my services on some websites. بيقول انا اسمي احمد وانا برضو بشتغل شغل حر، انا بصمم يعني كلمة ديزاينر يعني مصمم، بيصمم حاجات.
ممكن يكون بقى بيصمم مواقع، بيصمم تيشرتات، لوجوهات، بوسترات، اي حاجه. فكلمه ديزاينر لوحدها معناها مصمم، جاي من الفيرب تو ديزاين يعني يصمم حاجه. فهو بيقول انا بشتغل شغل حر من بيتي، بعمل التصاميم دي، لوجوز وبوست كاردز اونلاين عن طريق النت، وانا بعرض خدماتي على بعض المواقع. هل هو حدد بقاله كام سنه زي ناصر؟ لا، ما حددش. كلام يعتبر عايم يعني شويه، لكن من ناحيه اللغه مفيش طبعا اخطاء. ماي هوبي هيبدا يتكلم عن هوايته. طب ده كده رجع يتكلم تاني عن نفسه بعد ما بدا يتكلم عن خبرته. هي دي المشكله بقى، هي دي المشكله اللي خلته يقع وما يتقبلش. ماي هوبي سينس اي واز يونج واز دروينج اند بينتينج. هوايتي من صغري، منذ ان كنت صغيرا يعني، كانت الرسم والبينتينج، يعني اللي هو الطلاء، يعني تو بينت سمثينج اللي هو يطلي حاجه او يلونها. I studied at the Faculty of Fine Arts. انا درست في كليه فنون جميله، يعني بيجذب انتباههم ان هو درس فنون جميله، فبالتالي هو فنان وديزاينر يعني. But I quit، لكن انا تركت الكليه دي due to some family circumstances، نظرا لبعض ظروف عائليه يعني. انا studied commerce instead، ودرست التجاره بدل من الفاين ارتس. I use Photoshop، انا بستخدم الفوتوشوب and some other online websites for creating logos and cards such as Canvas and Sparkle. انا بستخدم الفوتوشوب ومواقع اخرى اونلاين يعني للتصاميم بتاعتي، ان انا اعملها اللوجوز والكروت اللي انا بعملها كاردز such as Canvas and Sparkle. يعني بيذكر اسم موقعين مشهورين، وهم على فكره فور فري ببلاش يعني المواقع دي، اللي هو بيقول ان هو بيستخدمها. طبعا ميرتش باي امازون بيحددوا ان انت يا ريت تستخدمه، بيذكروا ثلاث تولز ادوات، منها فوتوشوب وفوتوشوب الستريتور وحاجه ثالثه مش فاكرها، لكن لا عمرهم ذكروا كانفاس ولا سباركل، فدي نقطه برضو غريبه. نرجع بقى للغه، نتكلم عن اللغه شويه. هنا ناصر عنده اخطاء. اول حاجه طبعا بدأ بحرف صغير small letter، ودي مشكله، مش حاطط فالستوب هنا، بدأ تاني بسمول letter. كل ده هل اخذ في الاعتبار؟ هنا مفيش الابوستروف اللي هي I've I have يعني. هنا في spelling mistake، opportunity اللي هي فرصه بالاو مش بالاي. I will really succeed مش success. طبعا غالبا هو مستخدم جوجل ترانسليشن للترجمه بتاعه الباراجراف بتاعه. في الاخر برضو الكلمه الغريبه دي اللي انا مش عارف معناها، حتى كلمه تي شيرت مش المفروض تتكتب كده. عنده اخطاء؟ عنده اخطاء. هل كانت عائق في ان هو يتقبل او لا؟ ابدا خالص، وده شيء يشجعكم على فكره يعني. المفروض ان دي حاجه كويسه، احنا لو ركزنا على المضمون مش الشكل ابدا يعني. ده هنا تركيز على الشكل البحت، هنا تركيز على المضمون حتى وان كانت اللغه ضعيفه. هنا احمر، يا سلام عليك. اتكلم عن نفسه، اتكلم عن خلفيته في التصاميم، اتكلم عن خطتك ايه، رؤيتك. طبعا هي فكره الفيجن او الرؤيه يعني. هل عندك رؤية؟ هل عندك بلان، خطة، ولا مجرد واحد كان معدي وسمع محمد كويفي أو عزيز وبعد كده قال طب ما أجرب حظي؟ بدليل إن في شباب للأسف، وأنا بستغرب جدا من الموضوع ده، بعد ما بيتقابلوا يقولوا إحنا عايزين نبيع الميرش باي أمازون بتاعنا $50 مثلا أو $35 وحاجات كده. ده معناه إن بصراحة يعني الشخص ده لا عنده رؤية ولا خطة لمستقبلية ولا أي حاجة. انما محمد وكويفي وعزيز بصراحه شباب زي الفل، عارفين بيعملوا ايه، عندهم رؤيه واضحه جدا. الاثنين محترمين وحلوين، وتتعلموا منهم كتير جدا بصراحه، من اكتر الناس اللي ممكن تتابعوهم. ولو ان في اختلاف كبير بين محمد وما بين عزيز، عزيز اسلوبه وطريقته هادي جدا وما بيتكلمش بهايبره كده يعني، مش هايبر يعني. اما محمد فعنده حماس زائد ونشيط، والاثنين حقيقة شباب زي الفل، وانا بحييهم حقيقة على شغلهم الراقي المحترم. الجروبس بتاعتهم كمان جميلة جدا، وفيها انتراكشن او فعالية رائعة. طبعا في جروبس كتيرة جدا بالانجليزي انا بتابعها، وهحاول انقل لكم دايما خبرة الناس اللي انا بسمع لهم.
فاعتبروني انا الوسيط بتاعكم في الموضوع ده، انا هسمع وهبقى اشوف ايه رؤيتهم وايه اللي بيعملوه واحنا ممكن نستفيد من خلالهم ازاي. هنا بقى مش هتكلم عن اللغة لان تقريبا انا مش شايف اي اخطاء الا في المضمون مش الشكل. فيا احمد معلش انت بوظت الدنيا، انت اعتمدت على لغتك لكن للاسف انت غالبا انت ما قريتش الجزء ده بتاع امازون اللي انا شايفه هو المفتاح الحقيقي للقبول ان شاء الله في ميرتش باي امازون، طبعا مع وضع في الاعتبار كل النقاط الاخرى اللي الشباب بيشرحوها بالتفصيل عندهم على اليوتيوب شانلز بتاعتهم، ازاي تقدم من الالف الى الياء كل حاجة، موضوع الفايل بتاعك، الضرائب ازاي تتكلم عنها، موضوع التاكسز تكتب ايه بالظبط، حلول مشكلة البنك اكاونت، انتوا عارفين لازم يبقى في تقريبا 4 5 بلاد يعني زي امريكا وانجلترا والبلاد دي، فاحنا بنختار بيونير وهذا هو. فانا طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، لو سمحتوا محدش ينقل الرسالة دي زي ما هي كده ويحطها تاني لانه مش هيتقبل، لان الحاجات دي بترجع بشكل يومي ومانيولي، يعني ايه يدوي، بمعنى ان في شخص بيقعد يقرا الحاجات دي في امازون. طبعا انا عايش هنا والله وعارف المنظومة شكلها ايه وعارف الناس هنا بتشتغل ازاي، مفيش الشغل اللي هو العشوائي او الاعتباطي اللي احنا ممكن نقول يا سلام هم بيختاروا عشوائي كده وخلاص، زي ما بعض الشباب كانوا كاتبين على الجروبس ان انا ما اتقبلتش لان في ظلم وان هم بيختاروا عشوائي، الكلام ده غير حقيقي يعني ابدا، عمرهم ما بيعملوا كده هنا في امريكا، انا بشتغل هنا وعارف النظام هنا والمنظومة عاملة ازاي. يعني اخر حاجة هنا حتى الجزء ده كان فيه خطأ، خلاص بقى بلاش نتكلم عن الشكل، اهم شيء ان الشاب ده رائع ناجح عارف هو بيعمل ايه، وعلى فكرة القناة بتاعته حلوة تعجبكو، هو من النوعية بتاعت محمد كويف اللي هو ايه عنده حماس ونشاط وكده يعني. اتمنى اكون قد يعني افدتكم بالفيديو ده، وما تنسوش ان الناس بالناس ومن يعن يعن كما قال أحمد شوقي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.